بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي وزملائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مهدي موك. النهاردة هنتعلم إزاي نحل مشكلة تحويل الريبورتس اللي طالع من نتسويت باللغة العربية. لما بنحولها للإكسل ساعات بتحصل فيها مشكلة. تعالوا نشوف مع بعض إيه المشكلة وإزاي هنحلها. كاستمايزد ريبورت فيه نصوص باللغة الإنجليزية ونصوص باللغة العربية، هنحوله export to CSV وله open with Microsoft Excel. بلاقي ان اللغة العربية باظت. طب ازاي نحل المشكلة دي؟ يلا نشوف مع بعض. هرجع لNetSuite تاني واقوله export CSV. بدل ما اقوله open with Microsoft Excel هقوله save file. بعدين اروح للاكسل. هنا في عندي تابة اسمها داتا، هختارها. وبعدين في عندي هنا زرار اسمه get external data from text، اضغط عليه. اروح الى المكان اللي انا حفظت فيه السي اس في فايل بتاعي. هلاقي ده الفايل اللي انا عملت له export، اعمل عليه كليك واقول له import. ده ويزرد من ثلاث خطوات. اول خطوة هنا في اوبشن اسمه delimited، هسيبه زي ما هو، و start import at row 1 والفايل origin unicode utf-8 واقول له next. step number 2 هلغي واختار كومة واقول له finish. هنا بيسألني بيقول لي انت عايز تخلي الداتا بتاعتك في الاكزيستنج ورك شيت ولا نيو ورك شيت؟ هقول له اكزيستنج ورك شيت واقول له اوكي. هلاقي هنا ان اللغة العربية بتاعتي جت سليمة واقدر اقراها بسهولة لانها مظبوطة. شكرا ليكم ونلتقي في حلقة قادمة ان شاء الله تعالى.